محيط حرم جامعة كفر الشيخ وعلى الطريق الدولي الواصل بين مدينتي بلطيم وطنطا وبجوار مختلف كليات الطب والصيدلة والعلوم يوجد المستشفى الجامعي، ما يسهل الوصول إليه من قبل الطلبة والمرضى والزوار وكذلك مركبات النقل العام وسيارات إطفاء الحريق في المنطقة التي يخدمها. المستشفى طبعا تقدم خدمة طبية متميزة جدا لأبناء محافظة كفر الشيخ والمحافظات المجاورة في كل التخصصات. المستشفى طبعا بدأ العمل بها من 2016 حتى الآن، كان لنا دور كبير جدا في المبادرات الرئاسية، سواء مبادرة يعني 100 مليون صحة، القضاء على فيروس سي، طبعا مجابهة فيروس كورونا، ومستمرين طبعا في القضاء على قوائم الانتظار في كل التخصصات. نستقبل يمكن أكثر من 1000 حالة يوميا. صرح كبير يضم 7 طوابق بنظام الجناحين و3 مبان خدمية و434 سريرا، كما يضم 13 غرفة عمليات بنظام الكبسولات، هي أحدث غرف العمليات عالميا. التعليم الطبي هو جزء كبير جدا في شغل المستشفيات الجامعية. احنا عندنا في قاعات تدريسية على عبارة عن في قاعات محاضرات وفي سمول جروب تيتشنج او تدريس لأعداد صغيرة. الهدف منها ان احنا بنتعلم العلامات الحيوية والكلينيكية على المرضى نفسهم، بنشرح الأستاذ بيشرح للطالب على المرضى وبيشرح له ازاي يتعامل معاه، ازاي يتناقش معاه، ازاي ياخد منه التاريخ المرضي. على مر السنوات الأخيرة وجامعة كفر الشيخ تشهد طفرة كبيرة في المجال الطبي، ما جعلها متواجدة وبقوة على خارطة الجامعات المصرية. وهذا الصرح العملاق الذي أقف بداخله الآن وهو مستشفى كفر الشيخ الجامعي يؤكد على ما أقول. ولنقترب أكثر من الصورة وليكتمل مشهد الإنجاز، فإن الجامعة تستعد لافتتاح مستشفيان جامعيان هما الأكبر في منطقة الدلتا، مستشفى للطوارئ، مركزا للأورام، ومبنى متكامل للعيادات الخارجية والتعليم الطبي، ما يخفف العبء عن كاهل المستشفيات الجامعية في المدن المجاورة كطنطا والمنصورة ودمنهور وغيرها. فلن نبالغ عندما نصف هذه المشروعات الطبية بأنها مشروعات مصرية بمواصفات عالمية. لنرى. مرضى أورام كفر الشيخ من فترة طويلة بيضطر مرضى الأورام لتلقي العلاج الإشعاعي والعلاج الكيميائي بتاعهم للسفر للمحافظات المجاورة الغربية، المنصورة، اسكندرية. ده في عناء شديد ليهم، لأن جلسات العلاج الإشعاعي تقريبا جلسات يومية، وجلسات برضو العلاج الكيميائي فيها الأسبوعي واللي كل 3 أسابيع، فده كان بيشكل عبء، وده احتياج كان شديد للمحافظة. وده خلانا الحمد لله النهاردة قدرنا نبني مركز علاج الأورام، مستشفى علاج الأورام الجامعي، وهو مقام على ما يقرب من 2000 متر. من المخطط أن يكون مستشفى الطوارئ الجامعي أكبر مستشفى للطوارئ في منطقة الدلتا على مساحة 45,000 متر مربع وبسعة تتجاوز 650 سريراً. أما مركز الأورام الجامعي فيضم أحدث الأجهزة الطبية للكشف وتشخيص وعلاج الأورام بمختلف أنواعها، والجديد غرفة محاكاة لتحديد مركز الأورام بالجسم. ولم تغفل الجامعة عن دور العيادات الخارجية والتعليم الجامعي لتنشئ مبنى ضخم يضم 48 عيادة في مختلف التخصصات الطبية، كما تضم 24 صالة تشريح ومدرج تعليمي بإجمالي سعة تصل ل1200 فرد. ازداد عدد المرضى زيادة كبيرة في العيادات الخارجية، فتم إنشاء مبنى جديد للعيادات الخارجية يشمل 100 سرير عيادة خارجية، وكذلك ملحق بهذا المبنى مركز لتدريب، المركز للتعليم الطبي والتدريب. كفر الشيخ قعدت لسنين طويلة في أمس الحاجة لإنشاء مستشفى للطوارئ، ونحن الآن في نهاية أو على مقربة من الاستعداد لافتتاح هذا المستشفى، وهو مستشفى يعد أكبر مستشفى للطوارئ في منطقة الدلتا.
مدينة طبية متكاملة، حلم في طريقه للتحقق هنا في محافظة كفر الشيخ، لتكون مستشفيات الجامعة رائدة في تقديم خدمات الرعاية الصحية والتعليم والتدريب لجميع محافظات الدلتا، ما يساهم في تحسين منظومة الصحة جنبا إلى جنب مع المستشفيات الحكومية والخاصة.